بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في الأصل الأول من الأصول الثلاثة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ ديبكي بس حاضر يعني برنشي أصل ده يعني برنشي أصل من جنوة تنس. نعم نريد أن نأخذ أقسام الدعاء. الدعاء ينقسم إلى قسمين. حاضر بس دعاء من قسم الرني قتنس إن شاء الله. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء إشكي قسم جبرندو برنشي عبادة. دعاء ده بطلدو إشكي نسي برناس نسوراش مو دعاء ده بطلدو. دعاء عبادة ودعاء طلب. نعم. برنشي عبادة قلش. يعني عبادة قلش دعاء ديلدو إشكينشي برناس نسوراش مو دعاء ديلدو. أو هنا دعاء بلسان الحال يعني حال الإنسان كأنه يدعو أن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة ويبعده عن النار. يطلب العلم، يطلق اللحية، يقصر الثوب، يصلي، يصوم، يتصدق، هذا دعاء العبادة. يعني عبادة نمتشن دعاء ديلدو يكي قنقل دعاء ديلدو ديزك خد آدم إذن حالت بلن الله تعالى دم جنت كريشن صورات قندك دوزاختن جراح بولشن صورات قندك إلم تلاب قلب نماز أقوب جوغنك يجن مشو عبادة عبادة لا دعاء دب أطلدو دي. نعم الثاني دعاء مسألة دعاء طلب إشكينش قسم برناسن صوراش بومو دعاء ديلدو. دعاء العبادة صرف لغير الله الشرك أكبر. من صلى صام حج لغير الله سجد لغير الله طاف حول القبور أي عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك الأكبر نسأل العافية والسلام. عبادة دعاني يعني ده قندقلا عبادة بوسون وعبادتنا الله من باشقا برسيا خلش يكي الله من باشقا برسيا عطاش بو چون شرك بلو بحساب لندو ده. الثاني دعاء مسألة دعاء طلب إشكين چقسم بز ديندك برناسنا سوراش بو مدعا ديندو. دعاء المسألة دعاء الطلب ينقسم إلى قسمين. دعاء مسألة يعني برناسنا سوراش دعاء سي إيش قسم جبرندو إيش كتير جبرندو. فيما لا أقدر عليه إلا الله صرف لا إله إلا الله شرك أكبر. مرأة مثلا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إنزال المطر ترزق بولد مثلا هذا لا أقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي فبالنا وهو ميت شرك أكبر. نعم دعاء مسألة يعني برناسنا سوراش دعاء سي بس ديانك إيش كتير لك بولد برينش سي الله تعالىдан başqa hiç kimning qudreti yetmaydigan narsani so'rash. Bundoq narsani agar odam Alloh taolodan boshqa birisini so'rab qolsa, bu mo'chong shirik bo'lib hisoblanadi. Masalan, agar odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan yomg'ir yog'dirishni so'rsa yoki shunga o'xshagan narsani so'rsa, bu mo'chong shirik bo'ldi deymiş. Na'am, as-sani du'a talab lekin fi ma yaqdir alayhi al-makhluq. İkinci qism, ya'ni bir narsani so'rashda ikinci qism أدملان قدرت يتدغن الناس لأن صراش. نعم هل يصح أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه؟ مثلاً من مخلوق تن يعني يرتلغن دن وقلالي لغن برناس نصورسان بولندو بولندو ديد الشيخ. مثال أنا أقول لهذا أعطني كاسة ماء. مثلاً من هذا بو أدم دن منا سو بعد بصريمان ديدو. يصح بشروط أربعة. برابر سدن وقادر بولا لدغا الناس لان سوراش بولدو لكن تود شرط بلن ديرو. أن يكون الطلب من حي لا من ميت. برينش سي أولوك آدم دن أمس ترك آدم دن سوراش. وأن يكون الطلب من حاضر لا من غائب يعني يطلب مثلا واحد هنا مثلا في هذه الدولة ينادي الولي مثلا الذي في الهند. شن داقل إشكينش شرط ينمدا تغان ينمدا بوغان آدم دن سوراش يعني مثلا أجر دا برسي ينمدا أمس هنتكي بر أولياد بر ناس صورصا بوبو ما يدو ديدو. ثم يطلب من قادر لا من عاجز. نعم هم شو نقلا أشو ناسنا قلالا يدغان قادر بولدغان أدن من صورش يعني إنسان لا يتحرك كيف أطلب منه أن يعطيني كاسة ماء مثلا. مثلا أجل برابر أدم حركة قلام غنبوسا مثلا أطرب غنبوسا قلنا قلب من أمودن صوبة دب صورة ليمان ديدو. الشرط الرابع أن أعتقد أن هذا سبب والذي بيد جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. هم توتن شي شرط يعني برابر السن وقادر بلا غير غنى السن سوراش من اشو ادمني فقط سبب دب اتقاد قلشم كيرك ديدو يعني الله تعالى بيردغان من امن السن الله تعالى لكن بو ادم سبب دب اتقاد قلشم كيرك ديدو. نعم نعيد مره اخرى يعني برقتن بون تكرار الله ينس. الدعاء انقسم الى قسمين دعاء عباده ودعاء مساله طلب. دعاء إيش كتير لك بولدو دعاء عبادة يعني عبادة لا دعاء دباتلدو إيش كين سي دعاء مسألة يعني برناس سوراش مو دعاء ديلدو دي دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر. من صلى صام أي عبادة لغير الله شرك أكبر. دعاء عبادة ني الله دم باشقا برسيا قلناك يعني قندق لبر عبادة بوسون ونا الله دم باشقا برسيا قلناك چون شرك أكبر. نعم دعاء الطلب دعاء المسألة قلنا ينقسم إلى قسمين فيما لا يقدر عنه إلا الله شرك أكبر. أما مسألة دعاء يعني سوراش برناس ني
هو ايش قسم قبل دو دوغ ليلو ودعاء طلب فيما يقدر عليه المخلوق انه يصح بشروط اربعه بس ديانك اگر مخلوقنن يعني يارتلغنن قدرتي يتغن ناسن سورساك بولدو لكن تو شرط بلن ان يكون حي وحاضر وقادر واعتقد انه سبب Birinchidan u o'lik odamdan emas tirik odamdan so'rashimiz kerak. Ikkinchisi yinimizda bo'lganidan so'rashimiz kerak. Uchinchisi qodir bo'la oladigandan so'rashimiz kerak. To'rtinchisi biz uni faqat bir sabab deb e'tiqod qilishimiz kerak. Inqasam an-nas fil i'tiqad fil asbab ila thalathati aqsam. Odamlar sabablarga qarta e'tiqod qilishda 3 qismga bo'linib ketdi deydi. Sahih va shirk akbar va shirk asghar. Ba'zi bir odamlarning e'tiqodi to'g'ri, ba'zi bir odamlarning sababga qarta bo'lgan e'tiqodi shirk akbar va thalith صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. بعض برادم لانن سبب لاجا بوغان إتقاد تغرى بعض برلانن شرك أكبر شون شرك بعض برلانن كتشك شرك ديل. الصحيح أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا. تغرى بوغان إتقاد الله تعالى سبب قلغان ناسان السبب دب بلش. جعل الله سبحانه لنا الأسباب أسباب شرعية وأسباب حسية. الله تعالى بزجا مثلا شرعي سبب لنا همشنا قلنا بس كرالي لغان سبب لنا قلدي ليلة هذا لديه ألم في البطن مثلا مثلا برادة من قوصة غور قلدي ماذا يصنع؟ نيم قلدو يأخذ شيء من الأعشاب شيء من النعناع مثلا يضع عليه ماء حار ويشرب أو عسل مثلا بعض بر دور لان إيليب مثلا ديدو ياكي بعض بر ياكي حسن إيليب إيشيب ساقيدو ديدو أو يأخذ مثلا دواء من الصيدلية ويشرب ياكي دور ستفيلب ودورنا إيشب سقيدو ديلا يعتقد أنه السبب الله سبحانه وتعالى هو الذي بيد الجبل منافع دفع المضار هم شو وقتنا نوزدا مشون أسلاني فقط لبر سبب أما حقيقي خلدا منفعت بها هم باشقنا سفلا ليدغاني الله تعالى بقول ليدو ديلا هذا السبب محسوس ملموس مو بوصا كرب ترى ليدغان سبب يعني بزون كرب ترى ليمس أو يقرأ الفاتح على بطني مثلا ياكي مثلا قوس انه تطب فاتحة وقيدو ديدو هذا السبب شرعي رقية شرعية بو بوصال شرعي سبب يعني بو رقية ديلدو بو شرعي سبب ديلدو هذا صحيح أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب ما حسا كالدواء أو شرعا كالرقية الشرعية منا بو بوصال طغرى أدم الله تعالى سبب قغان ناسنة سبب دب بلسا مثلا الله تعالى نعم شرعي سبب لنا ياكي بز كورب طغرى ليدغان سبب لنا سبب دب بلسا بو طغرى ديلدو نعم الثاني أن يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا هذا الشرك أصغر إشكنشي قسمي يعني آدم لنا سبب كقرطة بغان إتقادي الله سبب قنغان الناس لنا سبب دب إليه بو شرك أصغر يعني كتشك شرك ديه بعض الناس يضع على البيت على السيارة على الأولاد رأس الثور أو الأسد أو الحوت أو الكف بس بر آدم لنا دب إيه ياكي إذنو بالصغا إسوالدو ياكي إذنو ماشنستا إسوالدو هات منه ناس لنا مثلاً دیدو شرنم بیشینی یا کی بر پول نی یا کی بر ناس نی اسوال دو دیدو. اول عین. یا کی کوز نی. او حافر الفرس. یا کی آتنم تویغ نی. نعل قدیما. یا کی کونا بر آیاق نی. بعض الاشیاء من البحر بعض الاشیاء. یا کی دینزدن ایلندغان بعض بر ناس لانی یا کی بعض بر درخت لانی. خاز زرقا. یا کی یشل کوز منچاق یشل تصویر لانی. یکتب بعض الكتابات بعض الاحرف. ياكي بعض الناس لان يازدو بعض الحرب لان يازدو ديدو لماذا تضع هذه الأشياء على البيت على السيارة؟ نمدك مشون أسلاني وزانا أمجا وزانا مشنا قويسن قال لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا لدفع عين نقول هذا الشرك أصغر لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها أسبابا لدفع عين أجر وادم چونك الله تعالى بني ساقنش üçün himayelinish üçün sebep kıldı deb desa dedi biz onun qadayımız ki bu bolsa kiçik şirik çünkü Allah Teala bunu sebep kılgan yok. وإذا قال لا هي بذاتها تدفع الجن والشياطين هذه الأشياء هذا شرك أكبر أما أجل ده مشو نسلة أز أزل قدن من الشيطان لادن جن لادن يمان لادن ساقلا دولسة منا بوبوسا چون شرك شرك أكبر ديبا الله تعالى بزن أز ساقلسون بضاها نعم أيضا عندنا أقسام الذبح عندنا الذبح على ثلاثة أقسام شون داقلا مالنا بوغزلاش يعني قربان لقلش بيش قسم غابولن دو ذبح هدي وأضاحي وعقيقة وصدقة لله سبحانه وتعالى Birincisi Allah üçün, əgər adam qurbanla qılsa, ya ki məsələn aqiqa qılsa, şunuqa oxşaş Allah üçün bir nəsini boğuzlasa. Məsələn, ثاني şirk akbar və zəbh li ghayr illah mahabbatan və ta'zim. Yuhib hada və yu'azzimu kəzəbh lil cin li ashab al qubur. İkincisi, yəni boğuzlaşma qurbanla qılışın ikinci türü çox şirik. Bu olsa, əgər adam Allah Taala'nın başqa birisini uluqlab turub
onunla muhabbet bildirip durup bir nesne boğazılsa dedi. Mesela ölüklüğe kurbanlık kılsa, ya ki başka bir nesleğe Allah'tan başka birisiyle uluğlap hem muhabbet kılıp kurbanlık kılsa bana bu olsa çoğun şirik dedi. Thalif minel aksamet zavh, zavh caiz. Yadbah hatta yakul, yadbah lino cezzalı bi'i lühum, yada caiz. Üçüncü türü, yani boğazılaştığının, kurbanlık kılıştığının üçüncü türü caiz, yani bolduğan. Bu kayısı ise mesela adam göç iş için milini boğazladı. Ya ki başka birisiyle hediye bilişi için boğazladı. Bu olsa durus, bolu dolu. Nعم. كذلك الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. شنو نقوله خوكش خوخمق برنسنة إيش قسم جه بلون دوله؟ خوف عبادة يعني يخاف وهذا الخوف يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ما يعبد الله بين الخوف والرجاء. نعم. برنش س عبادة بوغان خوكش وقيس ودسة أجر أدم الله تعالى من خوكسا من أبو بوسا عبادة بوغان خوكش. Çünkü bu Allah-u Teala'yı yakınlaştırdı. Adam Allah-u Teala'ya korkuş bilen ümit kılıçının arası da ibadet kılıç gerek dedi. Ve ta'zim lillah subhanahu ta'ala. Huve khaf min Allah en yu'azzim Allah. Hem şuna kadar bu korkuş ne mi için insanlar? Çünkü adam Allah-u Teala'nın kulluğuydu. Kulluğuluğunu için korkudu. Ve sir yani la ya'sa Allah subhanahu ta'ala hatta ve illem yarahu ahad. Lenni Allah subhanahu ya'lemu sirra akhfa. Allah Teala hanım kılığa nesnesini kılmasını kirek dedi. Çünkü Allah Teala hanım kürüp durdu. Hada khauf safir gayrillah şirk akbar. Muşunda korkuş ne? Eğer adam Allah'ın başka birisiyle kılıklı kalsa, mesela aşunda birisinin korkuklu kalsa, bu şirk akbar, çok şirk dedi. Endele khauf tabi'i, yakhaf minel asad, minel nusus, min kutta'at tariq, yakhaf minel nar. Bizde, şunda kılığa korkuşunun bir türü, tabi'i türü. Yani adam mesela otun korkuş. O korkuş tabi, bu bolu dolu, bununla hiç kına bir mesele yok. Ve عندنا نوع من الخوف محرم كان يخاف مثلا من المخلوق ويطيع في معصيه الله. Şunda kula korkuşunun üçüncü türü haram bolgan türü yani bolmaydigan haram bolgan türü. O mesela bir mahluk ne Allah Teala haram kılgan nesne korkup aşu haram nesne kılış. Bu bolsa haram bolgan korkuş bel. Al-halif bi gayrillah şirk asghar. Hem şunda kula mesela Allah'dan başka birisi bilen kasam kılış küçük şirik. ومثله بدل أن ينذر لله ينذر لغير الله هذا نوع من الشرك الأكبر. هم شو نقول؟ شو مشرك لأن القطار دين الله تعالى من بشر برسيا نزل كل ماك. والله أعلم. الله يخشى من دشتور.